بحبك الكبير ده للأطفال وارتياحك بالشكل ده للأماكن اللي فيها أطفال. إيه الأسباب الحقيقية اللي بجد اللي مخليك مش عايز تخلف واخد قرار إنك حتى لو في يوم اتجوزت هتتجوز واحدة عندها أطفال عشان ما تقولكش عايزة أخلف؟ حافظة كل حاجة، مذاكراني بطريقة مرعبة. بصي، أولا ما بقدرش أقعد مع أطفال أكتر من نص ساعة. ده آخري. ثانيا كنت هبقى أب صعب. بعترف. بس دول مش مصدقاك. لا ومعاهم حتة لا مش عايز حد يبقى الولد في المدرسة ولا البنت في المدرسة. بصي انتي باباكي كذا، انا بحبش كده، ما ارضلهمش. اصل انا الناس اتنمر عليا اتنمروا عليا، اي دونت كير، خلاص خدنا على ده. لكن ما اقبلش على حد من. بس انت يا شريف اقوى من كده، وتعاملت مع التنمر بشكل اقوى بكتير من كده. اللي انا بقوله ده ما تحبش يبقى عندك ابن، وحتى لو حد تنمر عليه تزرع فيه القوه أنا دي. انا مش ضامن وتخليه ينتصر لنفسه. لا انا مش ضامن انه هيبقى زيي. طب انا قوي جدا، اذا كان انا جالي الكانسر وقعدت اضحك، فما حد يتنمر عليا هضحك، بس ابني او مراتي لا ما اقدرش، ما مش هقدر. شوفوا قد ايه الكلمه ممكن تضايق او تفرق مع الناس او تغير فكر حد او حياه حد. كانت حج ولا عمره لما طلبت من ربنا يديك علامه انه بيحبك؟ عمره. فمرت فجالك سرطان. شفتها ازاي؟ بصي كنت في العمره، كنت في حجر سيدنا اسماعيل بصلي، وقلت بصي انا في حجر سيدنا اسماعيل حصل لي موقفين لازم احكيهم لك. العمره اللي قبلها انا دايما بحب اروح اعمل عمره وبكون محظوظ اني بعرف المس الكعبه. الاولانيه خالص كنت في حجر سيدنا اسماعيل بصلي وقلت جمله وانا ساجد، يا رب في ناس ساعات بتختبني وانا عمري ما بقول كلمة تختبني دي بقولها. وبيتنمروا يعني ساعات حضرت على لسانك. مش عارف جت ازاي. طلعت less than two steps من بكمل، لقيت واحد جاي مصري راجل كبارة كده بس مسكني جامد كده. شريف، قلت له يا فندم أرجوك سامحني. قلت له في إيه؟ قال لي أنا اختبت ياما اختبتك أرجوك سامحني، وراح بايسني وماشي. شكرا يا رب. انا بقى وقفت اتسمرت وابتديت ايه، الناس بتطوف وبياخدوني معاهم، انا مش حاسس ان انا ماشي على الارض، وابتديت ابص وعمال اركز هو ده كان جنبي. شعور قد ايه انت مسموع ده في ساعه لحظتها. ده مفيش هزار، ده كان موقف مرعب طبعا. بعدها بسنتين كنت في العمره وفي نفس المكان في حجر سيدنا اسماعيل، دعيت يا رب اديني اي علامه، يعني انت دي حاجات كتير قوي، دي علامة بس رضا أو إن أنا صح. بعدها بشهرين ونص أو ثلاث شهور جالي الكانسر، وأنا رايح الشغل والدي كلمني قال لي أنت فين؟ قلت له في العربية. قال لي تبارك، أنا عايز أقول لك حاجة. قلت له قول. قال لي طلع كانسر عنيف، وهو بيقول لي كده أنا سمعت يا رب اديني أي علامة. ودي كانت السر اللي هي الناس بتقول لك هو إزاي قوي كده؟ لدرجة إن في ناس شكت. يعني في مذيعة زميلة قالت للناس على فكره ده بيمثل، مش ممكن يبقى عنده كانسر وتعرف البرنامج عمال يرقص ويتنطط ده بجد. وانا عارف يا مين، هبقول لك بعدين. عايز اعرف هقول لك. وازاي طالع بيعمل كده، وازاي اجل العمليه وطلع يصور برنامج رمضان ال 30 حلقه، وازاي بياخد الكيماوي وتاني يوم يطلع على الهوا. صبر على الابتلاء بيتحسد وبيتنظر. مش ابتلاء، ده مش ابتلاء، بيظهر للناس ابتلاء. انت كنت عارف انه مش ابتلاء، هديه. انت كنت عارف انه علامه، هديه وعلامه حلوه من ربي. قلت انك اتعلمت يوجا عشان تقدر تخشع اكتر في الصلاه. واتهاجمت. مش فاهم لغايه دلوقتي اللي ده. انا وانا بصلي كنت الاقي نفسي ايه، بسرح، المرتب هينزل، العربية بايظة، عيب قوي يعني ابقى واقف اصلي ومخي الوسواس بيوسوس. فقعدت ادور وابحث، فقالوا لي جرب تاخد كورسات يوجا. قعدت سنتين ثلاثة كده، ده زمان، اخد كورسات يوجا لغاية لما علمت نفسي ان ذهني يكون صافي. فوانا بصلي ابقى بصلي بخشوع، واحلى حاجة في الدنيا طبعا لأي دين طبعا إن الشخص يصلي ويبقى منه
لربه. عملت بوست وقعدت اشرح للناس انا قبل ما بصلي بصلي ازاي، لان انا مش هقول ضد بس ماليش دعوه في، انا بشوف الناس بتصلي زي تمثال وانا مش مفروض اطلع صوت اصلا. ثانيا لازم انا بحب ابقى في هدوء، الموبايل مقفول وبعيد، لابس لبس مريح، بقعد اسبح الاول، بنام على ظهري واخد نفس شهيق وزفير واملا جسمي اكسجين. زي ما وضيت الجسد انا بوضي الروح. انا قلت بوضي الروح من هنا والدنيا باظت خالص. حاله حضور واصله حقيقيه رهيبه، ويا بخت اللي بيقدر يبقى عنده ده. طبعا طبعا. الدنيا اتقلبت ليه؟ في بعض الشيوخ طلعوا قالوا ايه العبث اللي هو بيقوله ده، قلت لهم شكرا. بس ناس كتيره قوي 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 دخلوا قالوا احنا هنجرب ده وهنبتدي، لان اليوجا مرتبطه بالشرق الاقصى وبعض الديانات، انا ماليش دعوه بده. انا خدت حاجه منهم استفيد منها عشان اعرف اصلي بخشوع، وغير كده اعرف استحمل الالم من غير ما اخد اسبرين. اليوجا كده انت بتاخدي شهيق وزفير وتعملي بعض الحاجات اللي فيها مديتيشن، مش عارف يعني ايه بالعربي مديتيشن، تامل تامل، فانت ممكن يبقى عندك وجع جسدي تقضي عليه من غير الدواء. ساعدتك اليوجا؟ طبعا ساعدتني في صلاتي، ساعدتني في مرضي، ساعدتني ان انا اعرف ابقى فوكس في حاجه واحده، ساعدتني في الحج وفي العمره ان انا مبقاش مشتت وانا فوكس في اللي انا بعمله. صفاء ذهني. يس. قلت برضو انك ما بتحبش صلاة الجماعة في المسجد. انها بتبقى مزدحمة قوي. ان ما فيش مسافة بين كل شخص والتاني، وعلشان الناس بتشغل الموبايلات، وعشان نبقى في الصلاة وتلاقي الموبايل ده رنت المطربة الفلانية والموبايل ده مش كوكو واوا، احنا في جوه المسجد. المسجد يعني خشوع يعني. وبعدين بستغرب جدا هم في بعض المساجد بيرفضوا ان الاطفال يقفوا قدام. طب ما تسيبهم يقفوا قدام، يعني ايه الاطفال يقفوا ورا؟ هم فرحانين. فعندي مشكله للاسف. عندك مشكله كمان في شكل الدفن عندنا. غلط. احنا بندفن غلط، مش بندفن على الشرع. احنا بندفن بالطرق المصريه القديمه، ما بقولش عليها فرعونيه، ما فيش حاجه اسمها فرعوني، اسمها مصر القديمه، اللي هو غرفه تحت الارض وبتحطي فيها الجثه او الميت. ده مش صح. الصح هو في اللحد بيتعمل متر ونص، بتحطي الميت او جثه وبتحطي ممكن حجر بطريقه معينه بالورب او خشب في اوقات بيعملوها، وبتملي تربه رمله وخلصنا. بس اللي هم يعني ما بنزل بلاقيهم نايمين كده جنب بعض. حتى ساعات الكفن بيدوب فببقى عارف، فبننزل نغطي. نزلت تراب كتير؟ لا كتير قوي. انت طلبت، قلت ان انت هتطلب انه بعد عمر طويل ربنا يديك العمر والصحه، عايز تدفن بالشكل الصحيح اللي انت شايفه صحيح. بس مش متاكد انهم هيدفنوني كده عشان التربه بتاعتنا. مش كده. مش هيسمعوا الكلام. مش عارف يعني، اتمنى انهم يعملوا كده. لان بتبقى بجد متوقع صراع يا شريف لما بتحط حاجات زي دي او بتكتب حاجات زي دي؟ لا خالص. ما بتبقاش متوقع ان انت هتطلع على المسرح؟ لا 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 لا، انا احب المسرح قوي. انا لسه قايل لك في الاول، ساعات لما بترمي حاجات من دي بتبقى قاصد تطلع على المسرح؟ لا او خالص. تنكش نيفر. تحرك المياه الراكده. صدقيني وانت فاهمه شخصيتي. أيوه. عمري انا بقول اللي في قلبي. يعني جالس في برنامجي ببقى ساعات لابس ماسك ساعات، بس في الحياه لا، يعني ماليش كبير غير اللي خلقني. ومره تانية اخسر اللي اخسره مش مهم، بس ما اخسرش شريف. مش مهم، مهم ما تخسرش شريف.